قالت جامعة جونز هوبكنز إن حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة جراء فيروس كورونا ارتفعت إلى نحو 3170 شخص بعد تسجيل 565 حالة وفاة جديدة. ذكرت الجامعة في تقرير لها أن عدد الإصابات وصل إلى أكثر من 164 ألف بعد تسجيل 20 ألف إصابة في يوم واحد. وبحسب التقرير تعد ولاية نيويورك الأكثر تضرراً من فيروس كورونا.